الحاجة تركية تتوجه مع الخالة غنية إلى مسجد خالد ابن الوليد ببئر العاتر للاحتفال بختمهما لكتاب الله وتكريمهما نظير المجهودات الجبارة طوال السنوات الأخيرة في حفظ القرآن الكريم. قعدت 10 سنين نمارس بالفرائض، والحمد لله خدمت في جامعة خالد الوليد بفضل معلماتي ومشايخي وبفضل ربي سبحانه. أولا كانت من يعني الحافظات الجيدات، بحيث أنهما كانت تحفظان الربع وأكثر يوميا. كيفاش الناس تعرف تقرأ؟ ما نعرفش. دخلت نلقى حفصية بارك الله فيها معلمتي، ونلقى سمية، حفصية تكتب لي وسمية تحفظ لي، نحمد ربي ونشكر. في كل يوم تذهبان إلى المسجد للتعلم وقراءة القرآن الكريم، حيث دامت رحلة الحفظ عدة سنوات، رغم أنهما لا تعرفان القراءة والكتابة، إلا أنهما أصرتا على التعلم من أجل حفظ كتاب الله. يعني حفظوني وعائلتي ومجرادة متاعي، أنا من طبية من عشقات، نحلم باللي راني نختم القرآن العظيم. والحمد لله نعم علي ربي سبحانه ختمت القرآن العظيم. بعد جهد جهيد وبعد مدة تقريبا 10 سنوات، وهن أم يعني أميتان، ومع ذلك من يعني لا سهل لما الصعب وأدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر، صبرتا واجتهدتا وثابرتا حتى من الله عليهما بحفظ كتاب الله. يسعى القائمون على المسجد لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المقبلين على ختم القرآن ومن كلا الجنسين بتوفير الظروف المواتية. لذلك عرفت المدينة خلال الأعوام الأخيرة نهضة دينية كبيرة، وذلك بتخرج الكثير من حفظة القرآن الكريم.